الإسلام والصلاة والسلام دائمين متلازمين على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فاصطفاء الله عز وجل لخلقه وتشريفهم بهذا الفضل العظيم هو كتاب الله عز وجل. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. أشراف الأمة حملة القرآن. ولله در ابن الجزري حين قال: الإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. الله. ويقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما يقول أيضا صلى الله عليه وسلم في حديثه النبوي الصحيح الشريف، يقول: أدبوا أولادكم. تصل أدبوا أولادكم على حب ثلاث. قالوا: يا رسول الله، ما هم الثلاث؟ الصحابة تسأل النبي: كيف نربي أبناءنا وذرياتنا أولادنا وبناتنا على الثلاث؟ ما هم الثلاث؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب نبيكم، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، نمبر 2، حب آل بيت نبيكم، آل البيت، العترة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة النجاة. نمبر 3، ثالثا، حب كلام ربكم، حب نبيكم، حب آل بيت نبيكم، حب كلام ربكم. ما أعظمه من كلام، وما أعظمها من تربية. هكذا نربي أبناءنا على حب كلام الله وحب آل بيت سيدنا رسول الله وحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لولاه صلى الله عليه وسلم ما جلسنا مجلسنا ولا كنا في بيوت عاكرة ولا في وجوه ناضرة ولا تعلمنا ديننا السمح ولا النظافة ولا الطهارة ولا النقاء ولا الصفاء ولا العطاء ولا الرخاء، كله منه صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجز سيدنا محمدا عنا خير الجزاء.
آمين. اللهم اجز سيدنا محمدا عنا خير الجزاء، واجزه يا ربنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، واسقنا يا ربنا من يده الكريمة الشريفة الطاهرة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، وأكرمنا بهداية أصحابه صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.